الجمعية الاستكشافية للصحة قامت بالعديد ورحلات على مدار 10 سنوات لتحسين الأوضاع الصحية لهذه المجتمعات. حدثنا عن أهم اللحظات في تلك المرحلة الإنسانية. اللحظات الأهم في البداية كان الأمر صعبا، لأن هذه الشعوب الأصلية لم تكن تثق بنا، لأن هناك العديد من الجمعيات التي كانت تذهب إلى هذه المناطق النائية ولا تفي بوعودها. بدأنا بأربعة أشخاص وبدأنا أول استكشاف بأربعة أشخاص، بدأنا نكتسب ثقة الشعوب الأصلية. اليوم أصبحت الجمعية تتألف من 80 شخصا، لدينا الأطنان من المعدات، ونقوم بالعديد من العمليات الجراحية في العيادات التي ننظمها. أصبحت الشعوب الأصلية تتناقش معنا، بدأوا يتحدثون بين بعضهم البعض، وعندما نذهب إلى مناطق جديدة عندما تكون الشعوب الأصلية قد سمعوا عنا من شعوب أخرى، وأصبح من السهل العمل معهم. تعلمنا الكثير منهم، تعلمنا أنه لا نستطيع أن نفكر بالفرد فقط، بل علينا أن نفكر بمصلحة المجتمع بشكل عام. فزعيم هذه أو زعماء الشعوب الأصلية يتم انتخابهم بفضل كرامهم، لا بسبب ما يمتلكونه، ولكن بناء على مدى كرامهم. نعم، كوب 28 يدخل يومه السابع، كيف شاهدت الإنجازات المتتالية وجهود دولة الإمارات في دعم العالم من أجل حماية كوكب الأرض؟ أعتقد أن شهدنا تحولا كبيرا، خاصة في اليوم الأول. في الاجتماع الأول شهدنا جميع هذه الدول مجتمعة، ومعالي الدكتور سلطان جابر كان مصرا على اعتماد الأجندة في الوقت المناسب. لم يكتفي المحاضرون والمشاركون بالحديث فقط، بل خاضوا خطوات إضافية وتقدموا. وأيضا سأتطرق إلى نقطة الصحة، سأعيد التشديد على هذه النقطة، لأن يوم الصحة كان نقطة مفصلية ومحورية، وأعتقد أن هذا الأمر سيحدد المعايير للدورات اللاحقة من مؤتمر الأطراف. نعم، في كوب 28 تداول الكثيرين صورة تجمعك بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حدثنا عن هذه الصورة التي شغلت الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة ومعالي دكتور سلطان الجابر من السهل أن نصبح أصدقاء، وأصبحنا أصدقاء في شهر يناير من العام الماضي، وقد أحب ما نقوم به. وبيسعى أن أقول أن هناك علاقة صداقة. عندما كنت أمر هنا في الأروقة رأني معالي دكتور سلطان الجابر وأراد التحدث معي لكي يطمئن عني وعن عمل الجمعية، وبعد سعادتي بوجودي هنا، وهو شخص لطيف جدا وكريم جدا.